السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم النهاردة في فيديو جديد ووصفة جديدة. إن شاء الله وصفتنا النهاردة لإزالة الشعر. إزالة الشعر بيبقى موجود في البشرة، الشعر صغنن قوي ده اللي احنا بيبقى صعب ان احنا نشيله بالفتلة أو نشيله بالملقط. النهاردة هجيبالك طريقة حلوة قوي هتزيليه بسهولة. في ناس كتير قوي بتتحسس من الفتلة، والفتلة بتضايقها وبتعملها حبوب وحساسية في بشرتها. الوصفة دي جميلة قوي بإذن الله زلك الشعر بكل سهوله، وخاصه الشعر الصغنون قوي. ممكن تستعمليها البشره، ممكن تستعمليها لايدك، يعني اي مكان فيه شعر ان شاء الله باذن الله. وصفه فعاله وحلوه جدا جدا، وانا هعملها دلوقتي قدامكم وهتشوفوها بنفسك. يلا تابعوني عشان نشوف مكونات الوصفه بتاعتنا ونعملها مع بعض. اول مكون هحتاجه معايا النهارده ان شاء الله هو النشا او الكورن فلاور. انا هحتاج من معلقتين بس من النشا او الكورن فلاور، ويكونوا معلقتين كبار زي ما انتم شايفين كده اهو، ده بيكون شكله. تاني مكون معايا هحتاج الجيلاتين. الجيلاتين ده بنجيبه من عند العطار وبرده موجود في السوبر ماركت، وده بيكون شكله اهو زي ما احنا شايفين اهو، ده الجيلاتين. برده هحتاج معلقتين كبار من الجيلاتين. اما اخر مكون معايا اللي انا هستخدمه النهاردة في الوصفة دي وهعجن بيه الوصفة بتاعتنا هو الحليب. الحليب العادي، اي نوع حليب بتستخدميه، او اللبن زي ما بنسميه في بعض الدول. كده احنا قلنا مكونات الوصفة بتاعتنا، يلا بينا نعملها مع بعض ونقول طريقة استخدامها. خليكم مع زيجي، اوعى تروحوا بعيد. هبدأ دلوقتي اعمل الوصفة معاكم. كل اللي انا هحتاجه هنجيب كسرونة زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وهجيب طبق يكون كبير اهو عشان اعرف اقلب فيه. هبدا احط فيه ايه بقى؟ هبدا احط فيه النشا بالشكل ده اهو، وهجيب اللبن. طبعا اللبن يعني هيكون حسب ما انت هتقلبي، يعني ملوش مقدار. هنحط ونقلب ونشوف القوام معانا وهقولك ازاي. تمام اهو، يعني اللي انا حطيته ده تقريبا يعني 4 معالق أو 5 معالق من اللبن اهوت. وهبدأ اقلب النشا الاول بالشكل ده قبل ما احط الجيلاتين. انا هقربه ليكم برضو عشان تشوفوه. شايفين انا قلبت النشا بحيث ان انا ادوبه كويس جدا اهو في اللبن، بقى معايا سايل زي ما احنا شايفين كده. تمام، بعد كده هبدا اعمل ايه؟ هجيب الجيلاتين اهو وهبدا اضيفه على اللبن بالشكل ده وهقلب اهو. بعد كده بقى هعمل ايه؟ هجيب ميه سخنه بتغلي هحطها في الكاسرونه بتاعتي كده اهو. على فكره انت ممكن تستخدمي الميكرويف، ممكن تحطي الخلطه دي في الميكرويف، بس تخلي بالك ان انا يعني عايزه القوام بتاعها زي ما هتشوفيه دلوقتي. انا بعملها معاكم دلوقتي بحمام مريم، وفي ناس قالتني قبل كده ايه حمام مريم يا جيجي؟ حمام مريم يعني بنجيب ميه سخنه كده وبنحط الحاجه في طبق، ما بنحطهاش فوق النور مباشره. تمام، وهبدا بقى احط كده الجيلاتين وهبدا بقى اقلبه بحيث ان هو يسيح في الميه بتاعتي دي. هسيبه براحته خالص لحد ما يسيح تماما، وهقولك انا هستخدمه ازاي وهعمله عملي قدامكم دلوقت. انا كل ما بسيبه في المية بيسيح اهو زي ما انتم شايفين اهو. انا عايزاه يسيح خالص في المية السخنة دي اهو بالشكل ده، وهفضل اقلب لحد ما يسيح تماما وهقولك هستخدمه ازاي بالشكل ده اهو. كده هو خلاص قرب يسيح مني خالص، الطبق سخن ومولع. شايفين؟ انا بس عشان اوريكم القوام بتاعه اهو. انا بقى هستخدمه زي ما احنا شايفين كده. هستخدمه ازاي؟ يلا بينا نشوف هنستخدمه ازاي ونزيل الشعر ونشوف هنطلع الشعر بيه ازاي. دي الوصفة بتاعتي اهي بقت جاهزة. انا بعد ما سيحت الجيلاتين في حمام مريم، وممكن زي ما قلنا نسيحه في حمام بخار في الميكرويف عادي جدا، يعني موجود عندك ممكن تعملي الوصفة دي عادي جدا. هستخدمها ازاي؟ هستخدم الوصفة بتاعتي دي ازاي؟ كل اللي احنا هنعمله هنجيب فرشة من بتاعة الميك اب
بس كل ما بتستخدميهاش يعني انت بتعملي بيها الوصفات. وهبدأ اخد الخليط بتاعي بالشكل ده اهو زي ما انتم شايفين على الفرشة كده، وحاجة عند منطقة الشعر وابدأ افرد الخليط كده بالشكل ده، هفرده كده وهسيبه لمدة ربع ساعة نص ساعة لحد ما تلاقيه نشف تماما، وهقولك هنزيله ازاي. انا دلوقتي ببدأ افرده قدامكم وهشيله برضو قدامكم اهو بالشكل ده اهوت. انا فردته على منطقة الايد، وزي ما قلتلك الوصفة دي جميلة قوي انها بتزيل الشعر الصغنن اللي بيبقى موجود في البشرة او في الايد ما بين الصوابع، هنا بيبقى فيه شعر صغنطوط كده ما ينفعش ان احنا نشيله بالفتلة او نشيله بالملقاط. الوصفة دي جميلة قوي بتشيلهولك بسرعة ان شاء الله. انا هرجع لكم تاني بعد ما الجيلاتين ينشف على ايديا وهقول لكم هنزيله ازاي. استنوا معايا وهتروحوا بعيد. حبيب قلبي بعد ما سبته تقريبا نص ساعة اهو او تلت ساعة زي ما انتم شايفين كده جمد خالص اهو، بصوا بقى هبدأ اشده شايفين والله بيطلع معايا شعر صغنطوط اهو وانا بشده كده، شايفين ببدأ اشد كده وبيطلع معايا، ده غير ان هو بقى بيعمل ملمس ناعم قوي، شايفين بيعمل ملمس ناعم قوي للجلد وكمان بيعمل تفتيح حلو قوي، شايفين انا لما بشيله اهو بيتشال معايا، هو بيوجع شوية عشان هو بيشيل الشعر والله صغنطوط، وانت بتشدي كده اهو هتفضلي تشدي كده لحد ما هتطلعيها كلها. انا بس مش عايزة انزعها مرة واحدة علشان يعني ايه ما تتقطعش مني وتشيل الشعر كله كده اهو، شايفين انا ممكن اشدها كده برضو. حبايب قلبي جيجي اتمنى ان شاء الله الوصفه النهارده تكون عجبتكم، الوصفه جميله جدا وزي ما انتم شايفين كده بتعمل ملمس جميل قوي للجلد وبتشيل الشعر الصغنطوط اللي بيبقى موجود في المفاصل او في البشره. ان شاء الله باذن الله صعب ان هو يتشال بالفتله او بالملقاط، وباذن الله الوصفه جميله وانا جربتها قدامكم زي ما انتم شايفين وملمس ناعم جدا جدا. اتمنى الوصفه النهارده تكون عجبتكم باذن الله تستفادوا بيها، اعملوا الوصفه وان شاء الله نتائجها تحفه جدا جدا. ما تنسوش حبايب قلبي لو عجبكم الفيديو لايك لجيجي، شير لكل اصحابكم عشان الكل يستفاد، وان شاء الله استنوني فيديوهات تانية كتير جديده. وما تنسوش هسيب لكم لينكات مواقع التواصل الاجتماعي بتاعتي تحت في صندوق الديسكريبشن، اشتركوا فيها وفعلوا زر الجرس للقناه عشان كل فيديوهاتي الجديده توصل لكم ان شاء الله. اشوفكم فيديو جديد وصفه جديده مع جيجي كل حياتي. باي. لايك وشير لماما الجوزة. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد. هستخدم الوصفة بتاعتي دي ازاي؟ كل اللي احنا هنعمله هنجيب فرشة من بتاعة الميك اب بس كل ما بتستخدميهاش يعني انت بتعملي بيها الوصفات. وهبدأ اخد الخليط بتاعي بالشكل ده اهو زي ما انتم شايفين على الفرشة كده، وحاجة عند منطقة الشعر وابدا افرد الخليط كده بالشكل ده، هفرده كده وهسيبه لمده ربع ساعه نص ساعه لحد ما تلاقيه نشف تماما، وهقولك هنزيله ازاي. انا دلوقتي ببدا افرده قدامكم وهشيله برضو قدامكم اهو بالشكل ده اهوت. انا فردته على منطقه الايد، وزي ما قلتلك الوصفة دي جميلة قوي انها بتزيل الشعر الصغنن اللي بيبقى موجود في البشرة او في الايد ما بين الصوابع، هنا بيبقى فيه شعر صغنطوط كده ما ينفعش ان احنا نشيله بالفتلة او نشيله بالملقاط. الوصفة دي جميلة قوي بتشيلهولك بسرعة ان شاء الله. انا هرجع لكم تاني بعد ما الجيلاتين ينشف على ايديا وهقول لكم هنزيله ازاي.
استنوا معايا وهتروحوا بعيد.